وحدة الصف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية وأشراط لتعزيز الاستقرار بالبلاد. عصام طه، تلفزيون السودان، إغليم، النيل الأزرق. التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ياسر العطا، التقى بوفد مجلس السيادة بقيادة الفريق أول ركن بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام ووزير التنمية الاجتماعية والطاقة والنفط ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية والشركة القابضة للكهرباء ووالي الخرطوم أحمد عثمان حمزة. وناقش اللقاء احتياجات إعمار الخرطوم وتوفير الاحتياجات الأساسية والمتمثلة في الكهرباء والمياه وإصحاح البيئة. نحن اليوم حضرنا في معية سعادة الفريق باشمهندس استشاري إبراهيم جابر لزيارة ولاية الخرطوم، مواصلة للبرنامج السابق. قبل 3 أسابيع كان حضرنا لربط البرنامج المناطق المحررة بتقديم الخدمات وتهيئتها للتجهيز لرجوع المواطنين، وكان بالفترة السابقة تمت المراجعة للثورات والمهندسين لخدمات الكهرباء، والآن نحن نمشي من منطقة بيت المال والأندرمان القديمة ومحطة بيت المال للمياه. الوفد جاء لإجراء دراسات عاجلة لاستعادة الخدمات الضرورية في مناطق مختلفة من ولاية الخرطوم، بالتركيز على المناطق التي تم دحر الميليشيات منها مؤخرا، سواء كان في أم درمان أو في أم بدر. انعقد اجتماع لهذا الغرض برئاسة سعادة الفريق أول ركن ياسر العطا، عضو المجلس السيادي، مساعد القائد العام. اطلع على مهمة الوفد والمعينات التي جاءت معهم. وتفقد عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام الفريق ركن مهندس بحري إبراهيم جابر والوفد المرافق له، تفقد عددا من المرافق الخدمية، وذلك في إطار تدشين برنامج استعادة الخدمات بولاية الخرطوم التي استهدفتها ميليشيا ألي داغلو الإرهابية. خلال زيارة لولاية الخرطوم، أعلن الفريق أول ركن بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام بداية انطلاقة ما دمرته الحرب بالمناطق المحررة، بالتركيز على أم درمان. ورافقه خلال هذه الزيارة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، وزير التنمية الاجتماعية دكتور أحمد آدم بخيت، والمهندس محي الدين نعيم وزير الطاقة والنفط ومدير الشركة القابضة للكهرباء ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، بالإضافة لوفد من وزارة الداخلية وهيئة المخابرات العامة. وقام الوفد بجولة على عدد من المرافق الخدمية بأم درمان. وقال الفريق إبراهيم جابر بأن الهدف الأساس من هذه الزيارة هو إعادة خدمات الكهرباء والمياه للمناطق والأحياء القديمة بأم درمان، تمهيدا للعودة الآمنة للمواطنين لمنازلهم بعد أن هجروها بسبب الحرب. من أهدافها الأساسية هو إعادة الكهرباء إلى مدينة أم درمان، والآن تم تدشين عدد 25 عربة تحمل بعض القطع الغيار الخاصة بالترانسفورمرات والأسلاك والفايبر والبورسلان، وإن شاء الله يعني هيبدأ العمل أو بدأ العمل تقريبا، ولكن من اليوم فصاعدا هتواصل العمل بحيث أنه يتم استعادة الكهرباء إلى كل وسط أم درمان، فبالتالي بيكون أم درمان أو وسط أم درمان من ناحية كهرباء جاهز. الشيء الآخر بخصوص المويه برضو، لأنها ضرورة من ضرورات الحياة حتى يعود السودانيين والأهل كلهم إلى أم درمان كما كانوا ويبدوا في تجهيز حياتهم. والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أكد بأن إعادة الإعمار يعني الاستقرار واتساع رقعة الخدمات الأساسية للمناطق المحررة بأم درمان. زيارة الوفد الكريم ليست زيارة عادية، وإنما زيارة تحمل معها معالجات عاجلة،
حيث أتت مع هذه القافلة معدات وإزبيرات لصيانة الكهرباء في أحياء أم درمان القديمة، وشرع دشنا قبل قليل بداية العمل منذ اليوم. إن شاء الله ستلاحظون الأتيام تعمل، وكذلك الآن نحن في محطة مياه بيت المال. المحطة تم توفير أيضا الدعم المالي المقدر لإعادة تأهيلها، وأنا بشكر كل الذين ساهموا في هذا العمل. وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت أشار لإسهام وزارته في دعم الأسر المحتاجة بتقديم قافلة قوامها 100 شاحنة محملة بالمواد الغذائية تستهدف 70 ألف أسرة، إضافة للدعم النقدي المباشر. سعيدين جدا أن نساهم في المجهود بهيئ الأرضية لأهلنا للعودة إلى بيوتهم وإلى مناطقهم في هذا الوقت، وإحنا بنحيي المجهود الجبار لبذلة القوات المسلحة لتحرير هذه المناطق، ورأينا حجم الدمار والخراب الذي لحق بدرمان، ونأمل أن يتم توثيقه ليصبح يعني وثيقة تاريخية تدين التمرد على مر التاريخ والأجيال، على مر الأجيال الجاية والحالية. وزير الطاقة والنفط محي الدين نعيم أكد استعدادهم في تقديم الدعم اللازم الذي يعين على الاستقرار والعودة للأسر لمنازلها، خاصة خدمة الكهرباء. نحن جاهزين ودشنا البيع الآن، وأصلا المركز كان شغال في الصيانة كالمعتاد، والآن أضيفت الخدمة بتاعت البيع، وإن شاء الله الناس يساعدونا، يعني لأنه الكهرباء دي حقته ما حقتنا نحن، وحقوا يساعدونا بالشراية، وبعد ده ما في مبرر، المنطقة اتحررت ما في مبرر لأي توصيل غير قانوني، وحقه نتعاون والحصة وطن يعني، والناس يكونوا مواطنين صالحين يساعدونا عشان نعمل تيار مستدام بطريقة بجودة عالية، وإن شاء الله يعني نمشي في الخدمات بتاعتنا بصورة ممتازة. زيارة عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام ورئيس اللجنة الوطنية لإدارة الأزمة والوفد المرافق له لولاية الخرطوم تؤكد الإعلان فعلا لانطلاقة ما دمرته الحرب بالمناطق المحررة بأم درمان وصولا لبيئة آمنة ومستقرة. لتلفزيون السودان عبد العال سليمان عبد الرحمن حسن، الخرطوم. وفي سياق متصل أكد المدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة التزامهم بعودة الكهرباء لكل الأحياء والمناطق المحررة بأم درمان التي دنستها الميليشيا المتمردة. وأوضح محمد طاهر عمر مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية أن الشركة ستساهم في تأهيل المحطة، مؤكدا أن قطاع التعدين سيعمل على استعادة ما دمرته الحرب. بمساهمة بيننا وبين الإخوة في وزارة الشؤون الاجتماعية إن شاء الله سوف نكمل هذا المشروع حتى يستمتع أهلنا بالاستقرار الكامل، ونحن نقول لهم إن شاء الله نحن معاكم ليوم دافوك. في الشركة السودانية والموارد المعدنية كل من دمرته هذه الميليشيا الغاشمة إن شاء الله نحن سوف نسهم في إعماره ويعود الشعب السوداني إن شاء الله آمنا ومستقرا. خلال شهر مارس المرة الثانية لمدينة أم درمان الحبيبة حتى نقف على مجمل الأوضاع في أم درمان القديمة، وبقدر ما شفنا كثير من الخراب والدمار، لكن إن شاء الله نحن بنأكد أننا مستعدين وجاهزين في قطاع الكهرباء، في أنه بإذن الله سبحانه وتعالى ترجع خدمات الكهرباء، لأنه بدون خدمات كهرباء بدون خدمات موية حيكون العودة صعبة جدا للناس لم تكن مستهيلة. دشنت وزارة التنمية الاجتماعية وولاية الخرطوم برنامج الدعم النقدي المباشر لمواطني ولاية الخرطوم، وبحضور وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت ووالي الخرطوم أحمد عثمان حمزة. ويستهدف البرنامج 7000 أسرة بالولاية. وقال وزير التنمية الاجتماعية إن الزيارة جاءت لإسناد المدني لمواطني أم درمان الكبرى، وذلك للإسهام في العودة للديار، فيما أكد الوالي التزام الولاية بدعم كل الأسر، مؤكدا حرص الولاية على إيصال المساعدات لمستحقيها بالتنسيق مع الوزارة الاتحادية. الزيارة دي هي زيارة إسناد مدني زي ما سماها الأخ الوالي للمواطني أم درمان أو مواطني العاصمة عشان تعود حياتهم المدنية، حياتهم العادية. ويعني يمكن من الصباح مرينا على عدد من محطات المياه والكهرباء، ومعنا وزير الطاقة وأتيامه،
بتاعت الكهرباء. يمكن عندهم ديم فيه 25 عربية دي مزودة بكل معدات الكهرباء لإصلاح الكهرباء وتوصيلها وإصلاح ما دمرته الميليشيا المتمردة. زار وزير الداخلية المكلف اللواء الشرطة معاش خليل باشا سايرين زار ولاية الخرطوم، والتقى والي الولاية أحمد عثمان حمزة وأعضاء حكومته ولجنة أمن الولاية، وعقد اجتماعات مع قيادات الشرطة بالولاية. استقبل والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وزير الداخلية اللواء شرطة معاش خليل باشا سايرين بحضور أعضاء حكومة الولاية ومساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم ومديري شرطة المحليات السبعة، ودخوله مباشرة في اجتماعات ولقاءات مع والي الخرطوم وأعضاء حكومته ولجنة أمن الولاية واجتماعات مع قيادات الشرطة بولاية الخرطوم، إذ جاءت في توقيت مهم دخلت فيه ولاية الخرطوم إلى مرحلة جديدة عنوانها العودة للمناطق المحررة، ودور الشرطة المهم في التأمين وإعادة فتح المقار ومراكز الشرطة وتطبيع الحياة واستئناف نشاط المؤسسات المدنية، حيث قدم والي الخرطوم تنويرا حول أوضاع الولاية مؤكدا أن الشعب السوداني بجيشه وأمنه وشرطته ومقاومته سيظل ممسكا بعرة الوطن الوثقى لمواجهة تدبير وتخطيط ثلة من الداخل والخارج كشفت عن ضخامة المكر السيء ضد السودان وأرضه وشعبه وتاريخه. نحن الآن في محل الصمود. نحن في محل العشاويس الحقيقيين. نحيي أخونا اللواء أبو حرس وكل الضباط وجنود الاحتياط المركزي. الآن احنا شاهدين على تضحياتهم الكبيرة، شاهدين انه حرروا لنا مناطق كثيرة. وزير الداخلية خليل باشا سايرين قال ان مفهوم الامن القومي مفهوم واسع ويشمل جوانب السيادة والهوية والجوانب الاقتصادية والاجتماعية والامنية، ووصف ثبات والي الخرطوم ووجوده بين المواطنين ادى لاشاعة روح الاستقرار وسط المواطنين. الوالي وعلى يعني مرافقته لنا في كل الانشطة، وانا دار اديه لقب الوالي الصامت اعتبره من اليوم هو الوالي الصامت، لانه صمت في ولايته ما مرق ولا شبر، وكل الولاد يعني بيتحركوا لقيم، هو عنده رؤيه، وانا يعني هنيه على هذه الرؤيه لانه ثباته ده كان ادى لثبات كثير من الاجهزه واطمئنان للمواطنين، لانه هو ولي امر هذه الولايه. وحدد الوزير اولويات زيارته في دعم المجهود الحربي والخطوط الأمامية وفي الارتكازات وجمع المعلومات وكشف الخلايا النائمة ومكافحة التهريب وإخضاع القوات لدورات متقدمة في حرب المدن في الخرطوم وفي أمدرمان وفي الجزيرة وفي كل بقاع السودان. كنتم نموذجا يعني يحتذى به في الصمود والبسالة وتجسيدا لقيم شعب السودان. الحرب الفرضت علينا من قبل الميليشيا المتمردة هي حرب يعني هدفها تدميرية، يعني ما عندهم أي أخلاق وما عندهم هدف. فيما قدمه مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم اللواء دفع الله طه دفع الله تنويرا عن القوات الشرطية المساندة للقوات المسلحة في الخطوط الأمامية والخطط الموضوعة لما بعد التحرير وواقع الأقسام والأدوار تطلع بها، والعمل على ضبط المتفلتين بتعاون تام وتنسيق مع حكومة الولاية. زيارة وزير الداخلية لولاية الخرطوم والوفد المرافق له تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الاتحادية للولاية للوقوف على الأوضاع وتقديم الدعم والسند ورفع الروح المعنوية للقوات في الخطوط الأمامية وتقديم التهاني للانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين. لتلفزيون السودان عبد العزيز سليمان عبد الرحمن حسن الخرطوم. شدد وزير الداخلية المكلف اللواء شرطة معاش خليل باشا سايرين شدد على أهمية وضع ضوابط وقيود للوجود الأجنبي بالبلاد، وذلك لدى مخاطبته بمدينة بورسودان ورشة ضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية بحضور وزير الدفاع ياسين إبراهيم والأمين العام للمجلس السيادي الفريق محمد الغني عريوسوف، لافتا إلى أن الوزارة وضعت خطة طموحة لمرحلة ما بعد الحرب، وذلك من خلال إعادة توازن الدولة السودانية. وفقا لمخاطر وسلبيات الوجود الاجنبي غير المقنن، واستشعارا لاهميه هذا الملف الذي يهم كل السودان حكومه وشعبا، وضعت الوزاره اولويات لخطه عملها للمرحله الحاليه ومرحله ما بعد الحرب،
وأدرج هذا الملف في قائمة الأولويات، وتأتي هذه الورشة تجسيدا وتنفيذا لأولويات عمل الوزارة بمبادرة ذاتية، حيث وجدت قبولا ودعما وسندا من كل قطاعات وشرائح المجتمع السوداني، فلهم الشكر والتقدير. الحضور الكريم، لا توجد لدينا أي تحفظات في تناول المواد في أوراق عمل الورشة، والمفروض نقاشها والتداول فيها بحرية تامة وشفافية دون حجر على رأي أو رؤية، فكلنا شركاء في هذا الهم. اكتشف تمرد الدعم السريع وخطوط عنيفة بمصالح الوطن والمواطن والسعي لإشعال الفوضى الخلاقة عبر الوجود الأجمل الذي تسلل إلى المجتمع عارسا بقيم الطراز الاجتماعي ودافعا لفكرة الصدام الثقافي في بلاد التنوع القوى والثراء، الأمر الذي يتطلب معالجا حاسما للهوية الجوفاء والمراجعة التشريعية لإغلاق نواحي الضعف، ولا يكون ذلك ممكنا إلا عبر أهل الحكمة والدراية والشرطة والقوات النظامية الأخرى وخبراء القانون وجميعهم عيون يقظة تكتشف وتلتقي بالمواطن وتستقي مصالح المجتمع وترسم طريق السلام الاجتماعي. وعندما نتحدث عن الوجود الأجنبي، حقيقة الوجود الأجنبي له محاسبه وله مساوئ، لا نقول كله مساوئ ولا نقول كله محاسب، ولكن المسألة تتطلب منا جميعا وضع الضوابط التي تحكم الوجود الأجنبي والتي تضع لكل منا التزاماته وواجباته. بالنسبة للوضع القليل الذي تمر به البلاد، أفضل السيد وزير الداخلية اللواء معاش خليل باشا سعيدين قرارا وزاري قضى بتكوين لجنة مهمتها الإعداد والترتيب لورشة جامعة لكل الجهات ذات الصلة والقطاعات الحاجبة على أمر الوطن لمناقشة قضايا وهموم الوجود الأجنبي المغنن وغير المغنن في السودان ومراجعة الهوية. وفي سياق ذاته، أكد عدد من المشاركين في الورشة أن التساهل في التعامل مع قضية الوجود الأجنبي فاقم الأزمة، معتبرين أن الورشة سانحة طيبة لتصحيح المسار والخروج بتوصيات حقيقية قابلة للتنفيذ. مسألة الوجود الأجنبي وضبطه في السودان ومراجعة الهوية من المسائل المهمة جدا، ودي واحدة من أكبر الثغرات اللي أزمت مسألة المعارك الجارية بكثير من الشهادات اللي تحدثت عن أنه العديد من منسوبي ميليشيا الدعم السريع من المرتزقة القادمين من دول الجوار. الحقيقة مسألة الجنسية السودانية ومسألة الوجود الأجنبي والهوية هي من القضايا اللي شكلت أزمات وقضايا ملحة يعني وأرغت المواطن السوداني، وواضح من خلال مجريات هذه الورشة المهمة جدا أن هناك خلل كبير جدا في مسألة التشريعات. أنا أفتكر أن التشريعات محتاجة لمراجعة، كذلك مسألة الإجراءات محتاجة إلى ضبط. إن شاء الله تتوالى هذه الجلسات وهذا النقاش المفتوح حتى تطلع الناس بمخرجات يعني تؤمن لهذا السودان وطنا مستقرا واضح الهوية وواضح المعالم وحواصل الحصول على الجنسية السودانية فيه. وأكدنا أن وزارة الخارجية تهتم جدا بالهوية السودانية وتقوم عبر أذرعها في السفارات السودانية بالخارج بحماية الوجود السوداني والحفاظ على هويته وحصوله على الأرقام الوطنية والجوازات، وهذا دور كبير تقوم به وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والوزارات المختصة، وستواصل هذه الورشة عملها اليوم وغدا وبعد غد بإذن الله تعالى، بتوصيات جيدة تصب في مصلحة الحفاظ على الهوية السودانية وضبط الوجود الأجنبي والاستفادة منه لما يفيد مصلحة الشعب السوداني والدولة السودانية. الورشة جاءت في وقتها المناسب لأنه الشعب السوداني كله عانى من منح الجنسية والهوية للأجانب أو أخذوها أجانب، وظهر جليا في الحرب الأخيرة على السودان إنه كان فيها كمية من الأجانب والمرتزقة حاملين للهوية. الورشة جاءت بهدف إنه تنقح السجل الهوية السودانية وتعمل له مراجعة.
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور محمد حسن دهب أكد على ضرورة الاهتمام بقضايا الطلاب السودانيين الدارسين بالخارج. جاء ذلك لدى لقائه ببورسودان عددا من مديري الجامعات السودانية. وأعلن دهب دعم وزارته لكل المؤسسات الجامعية التي ترغب في تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة من قبل بعض الدول والعمل على إيجاد آليات ومعينات تفعيلها، مؤكدا حرص الدولة على توفيق أوضاع كل الطلاب بالمؤسسات داخل أو خارج السودان. تفقد قائد الفرقة الخامسة مشاهدينا اللواء الركني فيصل محمد الحسن تفقد متحرك الشهيد حيدر وسط حماس كبير بمدينة الأبيض المتجهة نحو مناطق العمليات وأماكن تواجد ميليشيا الدجلو الإرهابية، ووقف على جاهزية القوات واستعداداتها لدحر جيوب ميليشيا الدجلو الإرهابية، مثمنا وقفة الشعب السوداني مع القوات المسلحة في معركة الكرامة. أعلنت مستنفرات معسكر الشهيد يوسف فرج الله بحيدر السلام بمدينة الدمازين أعلنت جاهزيتهن ووقوفهن خلف القوات المسلحة، وذلك من خلال إكمال عمليات التدريب على مختلف أنواع الأسلحة. نحن في شدة بأس يتجلى، هكذا تدافعت المستنفرات بمعسكر الشهيد يوسف فرج الله بحيدر السلام بمدينة الدمازين تلبية لنداء القائد العام للقوات المسلحة لتؤكد حواء النيل الأزرق أنها قادرة للدفاع عن الوطن ومكتسباته. نرسل رسالة خارجية لكل المرتزقة ولكل بائعين هذا الوطن، مرأة النيل الأزرق هي في الخطوط الأمامية، ونحن المرأة جاهزين لنسد دار السودان عام إن شاء الله. فنحن بنقول هنا للرجال، نحن سوف نتقدم إليكم الصفوف إن شاء الله سبحانه وتعالى. والآن نحن الآن متقدمين الصفوف. نحن بنقول المرتزقة والضد السودان، نحن مرأة النيل الأزرق أعددنا العدة، أعددنا العدة من النيل الأزرق إلى الخرطوم جوا إن شاء الله سبحانه وتعالى، ومن الخرطوم إلى دارفور إن شاء الله سبحانه وتعالى. أزرق بنقول ليه والله والله وتالله السودان لا يؤتى من النيل الأزرق، السودان لا يؤتى من النيل الأزرق. ليه؟ لأنه يا جماعة كل أبناء النيل الأزرق وكل بنات النيل الأزرق وكل نسيبة النيل الأزرق كلهم في الميدان سند وعضد لقواتنا المسلحة. نحن بنشيل السلاح معاهم بكل أنواع السلاح، والحمد لله أخواتنا في النيل الأزرق اتدربوا لكل أنواع السلاح. نحن جاهزين وقواتنا المسلحة جاهزة، ومستنفريننا ومستنفرات النيل الأزرق ومقاومة النيل الأزرق في المقاومة الشعبية جاهزين والله. أيضا الانتصارات الأخرى في بحري وفي الخرطوم وفي دارفور وفي كل الاتجاهات نبشر أخواننا يعني في القوات المسلحة إنه نحن يعني سعيدين أي ما سعادة بهذه الانتصارات، ونحن المرأة في ولاية النيل الأزرق خلفهم ونشد من أزرق. الوقوف خلف القوات المسلحة تعهدات تسيدت المشهد الوطني حتى يتم تطهير كافة الجبهات من جيوب التمرد. صيامنا وغيامنا في هذه الأيام المباركة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحرر هذا الوطن من العملاء والمارغين شبرا شبرا قبل العيد إن شاء الله بإذن الله تعالى. ونحن جاهزين يا جماعة، نحن الطبنجة ضربناه والكولا ضربناه والجيمسيري جاهزين والبينا إنيز ذاتي ندربنا عليه جاهزين مع الجيش وخلف الجيش، ونتمنى النصر المؤزر القوي القريب لقواتنا المسلحة إن شاء الله، وقريبا نحتفل جميعا في مدني والخرطوم إن شاء الله. رسائي يا رسائي الليلة جوقنا صلي جاي منتصرين يا مولاي، ناسي جوق لابسي كفوف ناس في الجو مليان كلوف منتصرين يا مولاي. جيش الواحد شعب الواحد
شعار اتفق عليه الجميع لحسم معركة الكرامة. صمت تلفزيون السودان إغليم النيل الأزرق. بحث والي البحر الأحمر المكلف اللواء الركن معاش مصطفى محمد نور بمكتبه مع الأمين العام لغرفة التوكيلات الملاحية موسى عوض موسى والوفد المرافق له، بحث مجالات التعاون والتنسيق بين حكومة الولاية والغرفة، حيث أبان موسى أن الغرفة وضعت خطة متكاملة للإسهام في مشروعات البنية التحتية والطرق والإنارة بمدينة بورسودان، مؤكدا تعاونهم ودعمهم الكامل لمشروعات الولاية. من جانبه امتدح الوالي الأدوار المتعاظمة لغرفة التوكيلات الملاحية بالولاية، مشيرا لأهمية التنسيق والتعاون لإنفاذ الخطة التنموية بالولاية. الزيارة دي هي لدعم غرفة التوكيلات الملاحية للمساهمة في إعمار الولاية ودعم الولاية من حيث البنية التحتية الإنارة والطرق، وإن شاء الله هتكون غرفة التوكيلات الملاحية يعني هي عمود فقري بالنسبة للولاية بالنسبة لدعم الولاية، وكل ما تطلب الولاية إن شاء الله من النواحي الاقتصادية والناحية بتاعت الإعمار والناحية بتاعت الاستقرار إن شاء الله. والتقى والي البحر الأحمر المكلف اللواء الركن معاش مصطفى محمد نور بمكتبه، التقى الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية الدكتور أحمد محمد آدم، والذي قدم تنويرا للوالي عن مجالات عمل المنظمة واستعدادها لتنفيذ عدد من المشروعات في مجالات الصحة والتعليم ودعم مركز غسيل الكلى بالولاية. من جانبها أشاد الوالي بمشروعات المنظمة وإسهاماتها المقدرة ضمن خطة حكومة الولاية. قدمنا له تنوير حول عمل منظمة الدعوة الإسلامية في ولاية البحر الأحمر والمشاريع التي تنوي إنفاذها خلال الفترة القادمة بإذن الله تعالى، والتي تشمل مجالات التعليم والصحة، ونفكر في إنشاء جامعة في هذه الولاية العريقة إن شاء الله، بالإضافة إلى دعم عمل الأيتام ومراكز غسيل الكلى خلال الفترة القادمة. دشن والي سنار المكلف توفيق محمد علي ولجنة أمن الولاية دشن توزيع مشروعات الدخل للنازحين والأسر المستضيفة بمنطقة طيبة بمحلية سنار التي نفذتها منظمة تنمية الأطفال بالولاية، وامتدح والي سنار دور المنظمة في دعم وإعانة المتأثرين بالحرب. دشن والي سنار توفيق محمد علي ولجنة أمن ولاية سنار مشروع الاستجابة السريعة للأشخاص المضطرين والمتأثرين بالحرب الذي نفذته منظمة تنمية الأطفال بالولاية. تدشين عدد 50 مشروع لأخواتنا في تجمعات ما يبنوا سنار المدينة ومنطقة طيبة الحقيق، وهي مشروعات مختلفة حسب الرغبات المستفيدات. واشتملت هذه المشروعات على مشروعات مدرة للدخل بمنطقة طيب الحفير بمحلية سنار. مفوض العون الإنساني أشاد بدور المنظمات الوطنية ودعمها المتواصل للنازحين والمتأثرين من الحرب. نحن ندشن هذا اليوم هذه مساعدات السيد الوالي وأنت وأعضاء لجنة أمنك تحملون مسؤولية كبيرة تجاه هؤلاء النازحين، فبمثل وحافظتم على أمن ولاية سنار بوقفة قوية جدا عبر الأجهزة الأمنية وتلاحم مجتمع سنار، أنتم تؤكدون السيد الوالي بوقوفكم مع الشرائح الضعيفة من النازحين ومن الشرائح الضعيفة من فئات المجتمع. والي سنار توفيق محمد علي أكد أن هذه المشروعات الإنتاجية ستعمل على تخفيف أعباء المعيشة لدى المتأثرين من الحرب. الآن كثير من المنظمات إن شاء الله جاية لسنار، وسنار أصلاً هي ذاتها سنار خير، يعني سنار دي ما سلطنة وسنار دي ما تاريخ وحاجة قديمة. فعلاً نتمنى إنه الناس الحظي بهذه المشاريع إنه يحسنوا إدارتها وينموها، وإن شاء الله في الغريب العاجل القوم ينافسوا رأس المال الكبير ذاته إن شاء الله. وإحنا حقيقةً مبسوطين وفرحانين باننا في طيب الحفير، والكلام اللي داير اقوله كلام واضح وصريح جدا لاخونا المدير التنفيذي، تعكف
إداراتك الفنية لتطوير هذه القرية لقرية نموذجية. تدشين المشروعات الإنتاجية المدرة للدخل والتي نفذتها منظمة تنمية الأطفال بالولاية من شأنها أن تسهم في تخفيف أعباء المعيشة على المتأثرين بالحرب. الهادي إسماعيل، تلفزيون السودان، ولاية سنار، منطقة طيب الحفير، محلية سنار. في إطار جهود ولاية شمال كردفان لتأمين معاش الناس وتوفير فرص عمالة، تفقد والي الولاية المكلف عبد الخالق عبد اللطيف ودع طله فقد عددا من القطاعات الصناعية العاملة بمدينة الأبيض ووقف على مراحل الإنتاج. جولة واسعة لوالي ولاية شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف وعدد من أعضاء حكومته لبعض المصانع والمنشآت الصناعية العاملة بمدينة الأبيض، شملت مصانع الزيوت وصناعة اللحوم، للوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع الصناعة بغية الوصول إلى الحلول والنهوض بقطاع الصناعة والاستفادة من موارد الولاية في الصناعات التحويلية والغذائية. بعد خروج كل المصانع في السودان أصبحت مهمة، فلذلك جاءت الزيارة لكي يتلمس فيها قضاياهم وعددوا كل القضايا التي تهمهم، اللي هي مشاكلنا بتتوقف عن وقود موية والطرق. فأنا والله معاني شديد يعني من ناحية الوقود، لأنه الكهرباء اليومين دي متقطعة تماما، والحصة اللي بيدونا لها من الصناعات بسيطة جدا جدا والله. الإدارة العامة للصناعة بالولاية تبذل جهودا مقدرة للارتقاء بقطاع الصناعة، خاصة وأن الولاية بها العديد من المنشآت الصناعية ذات القيمة الاقتصادية والتي يمكن أن تسهم في توفير السلع للمواطن، خاصة بعد خروج عدد من المصانع بالبلاد عن الخدمة بسبب ظروف الحرب. في إعداد الموازنة 24 الأمن والصحة والمياه ومعاش الناس، والاستثمار في الصناعة ولاية شمال كردفان مفتوح، وعندنا بعض دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية عملت للولاية. والزيارة طبعا الوالي ولاية شمال كردفان مهتم جدا جدا بالصناعة في شمال كردفان، يعني باعتبار يعني الركيزة الأولى. حكومة الولاية أكدت أن الزيارة جاءت بهدف الاطمئنان على سير العمل بتلك المنشآت الصناعية وتنشيط وتفعيل العمل بها حتى يساهم الإنتاج في تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية بالولاية. القصد من هذه الزيارة في أن نعظم إنتاج المصانع، لأنه بيخدم لنا قضايا كثيرة جدا في ظل إدارة الأزمة، ظل هذه الحرب المستعرة. زيادة على ذلك، هذه المصانع أيضا توفر للأسر عمالة، تشغل عدد كبير جدا من الناس، وبالتالي تؤمن لكثير جدا من الأسر معاشها اليومي. أيضا تساهم في استقرار الاقتصاد الولاية والاقتصاد القومي. زيارة والي شمال كردفان لعدد من المصانع والمنشآت الصناعية بمدينة الأبيض من شأنها أن تسهم في تذليل العقبات التي تواجه أصحاب تلك المصانع من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية. إبراهيم أحمد إبراهيم، تلفزيون السودان، ولاية شمال كردفان الأبيض. وعلى صعيد آخر، بولاية شمال كردفان تتواصل بأمانة الحج والعمرة إجراءات التقديم لحجاج الولاية للعام 1445 هجري. وكشفت الأمانة عن سير إجراءات الكشف الطبي للحجاج وإدخال البيانات وتسليم الجواز وتوريد الرسوم عبر تطبيق بنكك. ونوهت أمانة الحج إلى أن إجراءات التقديم مستمرة يوميا بالأمانة بحي القبة بالأبيض. إجراءات بدأت بمغابرة اللجنة ومن ثم عمل الكشف الطبي ومن ثم للتأكد من إدخال البيانات عبر الحاسوب وعملية تسليم الجواز وتوريد الرسوم عبر تطبيق بنكك. أخواننا في المحليات، محليات الولاية، يعني بنتواصل معهم اتصال مباشر، في لجان موجودة بعض المحليات أرسلوا لنا كشوفاتهم وتم تحويل مبالغ طريق بنكك، وحتى التعسر بتاع مسألة الكشف الطبي إذا ما توجد هناك عادي ناس بيجي هنا بتاع الكشف الطبي. أشاد الأمين العام لحكومة غرب كردفان صبري يوسف جبارة، أشاد بأدوار مبادرة سمراء بلادي ودعمها للمتأثرين بالحرب الوافدين من باب نوسة للفولة. جاء ذلك لدى تدشينه بمركز إيواء الوافدين وجبة إفطار الأطفال بمراكز الإيواء بالفولة. من جهتها، أبانت رئيسة المبادرة الدكتورة إلهام نور الدين أن تقديم وجبة الإفطار للأطفال الوافدين
ستتواصل لتشمل جميع مراكز الإيواء بالفولة. تدشين الإفطارات للأطفال يستمر لمدة 5 أيام متتالية ابتداء اليوم بمدرسة أو مركز رفيدة بأخواننا النازحين من جنوب السودان والجايننا برضو الوافدين من مدينة بابانوسا. أخواتنا الفضليات عدركا هذه الشريحة المهمة، ونعمل أن تتواصل الجهود في كل المراكز. نحن في حكومة الولاية نؤكد إن شاء الله دعمنا القوي بإذن الله والمستمر لكل المبادرات حتى تستطيع أن تقدم جهدها المتواصل بإذن الله. تفقد والي ولاية الجزيرة المكلف الطاهر إبراهيم الخير تفقد الارتكازات المتقدمة لقوات الشعب المسلحة. رافقه خلالها اللواء الركن عوض الكريم علي سعيد أحمد قائد الفرقة الأولى مشاب ولاية الجزيرة. وأكد الوالي أن الارتكازات هي عنوان هيبة القوات المسلحة ورمزيتها، مشيدا بالروح المعنوية لدى ضباط وضباط الصف وجنود القوات المتقدمة والصفوف الأمامية. وأكد اللواء الركن عوض الكريم علي سعيد قائد الفرقة الأولى مشاة أن المرحلة القادمة ستكون القيادة أعلنت لا تفاوض ولا هدنة ولا اتفاق مع الحركة الإرهابية المتمردة. ضباط وضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة والمستنفرين في هذه المنطقة المتقدمة يمكن على مرمى حجر من العدو، على مرمى حجر من مدني. نحن شاكرين ومقدرين لهذه الوقفة، وزي ما قالوا نحن يعني انتوا قدمتوا الكثير، وان شاء الله نحن يعني ما حنقصر مع اخواننا ديل، ونحن ان شاء الله مع القيادة لا بد انه الجيش ده يعني يدرب بصورة جيدة جدا، ولا بد ان يتسلح بالأسلحة المتقدمة لانه ده عصب البلد وده الممسك بزمام المنطقة وامنة وامانة. وفي شمال دارفور شهد سوق شباب النيل او ما يعرف بسوق ام دفسو شهد انتعاشا تجاريا بفضل جهود القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى وحركات سلام جوبا. سوق شباب النيل أصبح حديثا سوق دفسو، ويعد واحدا من الأسواق التجارية بولاية شمال دارفور، والذي يتوفر فيه كل السلع التجارية، ويعد موردا أساسيا ومغذيا لكل أسواق المدينة من الخضر والفاكهة وبعض الولايات الأخرى. هذا السوق سوق محاصيل متعددة، يعني عنده عدة محاصيل، من بينها طبعا سوق دفسو مشهور بالخضار من بصل وطماطم وجرجير وعربات جمرة والبرتقال والفواكه، الحاجات الجميلة دي كلها متواجدة في سوق أمدفسو، إضافة على المواد الأخرى اللي بتجينا من خارج هذه الولاية عن طريق الدبة. ولكن هذا السوق بنعتبره هو مجمع كبير جدا جدا لأسواق الفاشل. نحن طبعا هم شغالين توابل وكذا، وتوابل بكل أنواعه، شغالين العدسية والكبكبيه بالذات في شهر رمضان يعني، والقمح. حقيقة الأسعار السنة يمكن في زيادات شوية، وده نتيجة للتضخم الحاضر في البلد والترحيل زيادة. والله مجمل الأسعار أو عامة كده في زيادة في السوق، في زيادة في السوق عموما كده يعني. بالنسبة للعيش الدخن، عيش الدخن دي كده ارتفعت في الأيام المضت وجاب لنا نزول تاني، كان له لحد شوال ب90,000، لكن هون الغلاء قال جلا جات كميات كبيرة ونزلت السوق لحد 75 72 73. وشهد هذا السوق بداية العام دخول شاحنات محملة بالفاكهة من تفاح وبرتقال وجميع أنواع الفواكه قادمة من جبل مرة. مدينة الفاشر النشاط فيها خاصة الأسواق تسير بصورة طبيعية، خاصة السوق الكبير وسوق الإنغاس وسوق المركزي الماشية وسوق السلام، وكذلك الأسواق الفرعية داخل المدينة حقيقة كلها عاملة، وذلك بسبب الجهود الكبيرة التي بذلتها القوات المسلحة والشرطة والقوات النظامية الأخرى وقوات الكفاح المسلح المسلح في القيادة والسيطرة، والتي شكلت هذه القوات وأمنت الأسواق مما أتاح للمواطنين بأن يمارسوا نشاطهم الطبيعي بصفة
يومية حقيقة. كاميرا تلفزيون السودان وقفت على الأقسام السوق، فقد أدت حركة التجارية لإنعاش السوق التجاري وسط إقبال كبير من المواطنين والتجار. أحمد جمام، تلفزيون السودان، سوق مدفسو، شمال دارفور الفاشر. جدد الأمين العام للمجلس الأعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بولاية النيل الأبيض الدكتور عادل حسن حسين، جدد التأكيد على مضاعفة الجهود للارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية بولايته، وأحيى الرعاة باعتبارهم يشكلون 40% من مكونات النشاط الاقتصادي في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها ولاية النيل الأبيض، مشيرا إلى ملامح التنسيق بين المجلس ومنظمة الفاو باستخدام أمصال تغطي كل محليات الولاية. لازم أحيي إخوتنا الرعاة في ولاية النيل الأبيض اللي بيشكلوا 40% من حجم النشاط الاقتصادي في الولاية. ونحن ولاية النيل الأبيض بالنسبة لنا في المستجدات والظروف اللي بتمر بها البلاد هي يعني بحكم وضعها الأمني الطيب وبقت حاضنة للعمل البيطري على مستوى السودان بوجود الأخ وكيل وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية في ولاية النيل الأبيض وإدارة شؤون الوزارة من الولاية، ويمكن الولاية انتقلت لي أكبر إدارات الوزارة الاتحادية إدارة صحة الحيوان ومكافحة الأوبئة. افتتح ممثل والي ولاية نهر النيل وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية المهندس صلاح علي محمد كركبة افتتح محطة مياه السكن الشعبي من محلية الدامر ولإيواء المتأثرين بالحرب الوافدين من الخرطوم، وذلك بتمويل من منظمة اليونيسيف. تزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمياه وتحت شعار المياه من أجل السلام، افتتح ممثل والي نهر النيل المهندس صلاح علي محمد محطة مياه السكن الشعبية الجديدة بمحلية الدامر والمخصص لإيواء وسكن الوافدين من الخرطوم. يمكن هذه المنطقة بعد ما كانت جرداء زي ما ذكر هتتحول لمدينة كبيرة جدا، وإن شاء الله الإخوة الغاطنين أو ضيوفنا الكرام عندما يرجعوا لديارهم سالمين يكونوا خطوا بصمة وبدوا بداية لمدينة جديدة. إن شاء الله دي بداية إن شاء الله يعني نتفائل بها، تبقى بداية لمدينة كبيرة جدا وتعم الفائدة. يمكن هيئة مياه الولاية يعني قائمة بأدوار كبيرة جدا وأدوار مغدرة وبتعمل في ظروف ضاغطة، لكن بفضل الله وقوة شبابه العاملين بها على رأسهم الأخ المدير العام عادل وأخوانه الكرام بيعملوا المستحيل والمستطاع لتسديل المشاكل والمصائب. حيث تصل طاقة المحطة التي تعمل بالطاقة الشمسية حوالي 50 مترا في الساعة لتغطي حوجة 530 أسرة، ويجيء المشروع بدعم وتمويل من منظمة اليونيسيف العالمية. ونحن في وزارة التنمية الاجتماعية شركاء لكل العمل الإنساني في الولاية، شركاء مع الصحة، شركاء مع المياه، شركاء مع التعليم، شركاء مع كل القطاعات الإنسانية. في هذا المقام دعوني أن أشكر وأتقدم بالشكر لمنظمات الأمم المتحدة، اليونيسيف، الWFP، UNDP، الصحة العالمية، التخطيط والتنمية، بناء للتنمية، الهلال الأحمر السوداني، الهلال الأحمر القطري، المركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، كل المنظمات الدولية، كل المنظمات الوطنية وكل وكالات الأمم المتحدة. مشروع محطة مياه منطقة السكن الشعبي يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو توفير وتكامل الخدمات الأساسية والضرورية لوضع حد لمعاناة المواطنين في الحصول على مياه الشرب. قبل يومين قمنا بتدشين آبار المنحة السعودية وهي عدد 22 محطة، إن شاء الله ستعمل على توفير وتحسين إمداد المياه في عدد من مدن الولاية. كذلك تم تنفيذ عدد 6 آبار الآن دخلت الشبكة وحسنت الحمد لله في كثير من المشاكل الحاصلة في الموية. الآن افتتاح هذه المحطة واحد من هذه الإنجازات. اليوم العالمي للمياه بيركز على تحقيق الهدف رقم 6 من أهداف التنمية المستدامة، وهو توفير المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي للجميع بحلول العام 2030. وزارة البنى التحتية وهيئة مياه الولاية يقوم على أعطيهما دور كبير في إنفاذ
برامج ومشروعات وفق خطط وبرامج متكاملة للتوسع والتطور في خدمات المياه بعموم المدن والأرياف. خالد الأحمد، تلفزيون السودان، ولاية نهر النيل. وجه والي ولاية نهر النيل المكلف الدكتور محمد البدوي عبد الماجد وجه بتخصيص قطعة أرض بمدينة الدامر لتجار العربات بسوق المدينة. جاء ذلك لدى لقائه وفد من التجار الذين يعملون في بيع وشراء العربات. وأكد الوالي أهمية تهيئة البيئة المثالية لجميع الأنشطة التجارية التي تسهم في تحريك النشاط الاقتصادي على المستوى الولائي والقومي، فيما شاد رئيس وأعضاء الوفد بمجهودات حكومة الولاية ودورها الكبير في توفير الخدمات، معلنين عن توفير الدعم اللازم لإنجاح معسكرات المقاومة الشعبية. أكد وكيل وزارة الصحة المكلف الدكتور خليل محمد إبراهيم ضرورة العدالة في تقديم الخدمات الصحية في كل الولايات عن طريق التوزيع العادل لكل الاحتياجات المتعلقة بصحة المواطن. جاء ذلك لدى لقائه ببورسودان ممثل والي ولاية الشمال دارفور عبد المولى آدم حماد. وكشف الوكيل عن سعي وزارته لتوفير احتياجات ولاية شمال دارفور، مشددا على ضرورة التنسيق لإيصال الإمداد الدوائي للولاية، مشيرا إلى التنسيق مع وزارة الصحة بشمال دارفور ووزير الصحة بإقليم دارفور، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بمكافحة نواقل الأمراض. من جانبها أشار ممثل والي ولاية شمال دارفور إلى الجهود المبذولة في تقديم خدمات علاجية مستقرة بالولاية على الرغم من الظروف التي تمر بها البلاد. دشن المدير التنفيذي لمحلية الدامر بالكنيسة القبطية بالدامر أسامة مجذوبة بكر اللبيب دشن برنامج توزيع السلال الغذائية المقدمة من شركة بشائر لخطوط أنابيب البترول للوافدين بمراكز الإيواء بالمحلية. وحي المدير التنفيذي للمحلية الجهود المقدرة لشركة بشائر لخطوط أنابيب البترول وحكومة الولاية ووزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات والخيريين على العمل الاجتماعي وإيواء الوافدين، مشيرا إلى أهمية الدعم لتخفيف وطأة النزوح للأسر الوافدة بمراكز الإيواء بالمحلية. أقامت منظمة بلوسكاي الطوعية إفطارها السنوي بمقرها بمحلية كرري، وشهد حفل الإفطار مفوضية العمل الطوعي والإنساني بولاية الخرطوم ممثل والي ولاية الخرطوم خالد عبد الرحيم. وأشار المدير التنفيذي للمنظمة هشام رمضان إلى جهود المنظمة في رتق النسيج الاجتماعي وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية والغذائية. من جانبه شدد مفوضية العمل الطوعي والإنساني بولاية الخرطوم على أهمية دور المنظمات المحلية والإقليمية لتقديم الخدمات لمواطني محليات الولاية. بهذا الخبر مشاهدينا تنتهي هذه النشرة، وهذا هو تذكير بالعناوين. رئيس مجلس السيادة الانتقالي يوجه بتشغيل خطوط السكة حديد. ياسر العطا يلتقي وفد مجلس السيادة حول إعمار ولاية الخرطوم. انطلاق أعمال ورشة ضبط الوجود الأجنبي ببورسودان. حافظ الله البلاد أرضا شعبا جيشا أينما كنتم. مشاهدينا تمنيات لكم دوام الصحة والعافية. في أمان الله.